He conquered the grave. مش هيك نعمرنا قبل شوي؟ يعني غلب القبر. له المجد. له المجد. تعرفوا كل قبور الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والعظماء كلهم سوا بيشهدوا عن حالة واحدة بس بيشهدوا عن الموت. ما في غير قبر المسيح يشهد عن الحياة. له كل المجد. من أجل سرور الموضوع أمامه. يعني مين سرور الموضوع أمامه؟ يعني أنتوا. نحن. من أجل سرور الموضوع أمامه. شو عمل؟ احتمل العار مستهينا بالخزي. له كل المجد. احتمل الموت. احتمل القبر. احتمل الإهانات. من أجل يشوف بس الثمر رح يشوف نحن الموجود قدامه اليوم. جماعة مثلكم عم يعبدوا عم بيقدموا له كل شكر وإكرام. له كل المجد. سيدنا حبيبنا له كل المجد. رح نفتح مع بعض أمل معكم اليوم بيشوع. يشوع الإصحاح الأول. رح نقرأ من عدد واحد إلى العدد التاسع. يشوع واحد من عدد واحد. وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى، من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. ليبارك الرب كلمته لقلوبنا في هذا الوقت. بتعرفي أحبة، بحياتنا كبشر ما في شيء بيضلوا ثابت للأبد. يعني إذا بتسأل الناس اللي بعمرنا في عندهم رسالة هيك بيقولوا بينهم بين بعض، إنه يا ليت الشباب يعودوا يوما. لأن خلص مرحلة الشباب. لما تبلش تسمع أصوات بجسمك مش حياتك مش مسمعها معناتها عم تكبر. لما تبلش تنوجع من حياة الله حركة أخ معناتها شو صرت عم تكبر بالعمر، عم تاخد أدوية، الأدوية عم تكتر، عم بيخلص مرحلة وبيبلش مرحلة جديدة. دايما في بداية وفي نهاية. دايما في على أول بداية جديدة بيجي شعور من الخوف، مزيج من الخوف والمغامرة والقلق إلى آخره. إذا بنفكر مثلا بالزواج، بيشعر واحد بقلق، هل عم بختار الشخص المناسب؟ هالأمر بيخليه شوي قلق. الأولاد، بس يجي الأولاد بصير تقول كيف بدي أمنه لهالأولاد؟ كيف بدهم يكبروا؟ على أي أساس؟ حتى دخول الأولاد إلى المدرسة، حتى هذه بداية جديدة لألك. ليه؟ لأنه كبي أنا بتذكر أول ما ابني أول مرة بدي روح على المدرسة، إجا الأوتوبيس ليأخذه، طلعت بالسيارة ومشيت وراه بالأوتوبيس لحتى أتأكد أن الأوتوبيس رح ينزله بالمدرسة. وحتى لما إجا وقت أنه يرجع على البيت، رحت على المدرسة نطرته لشفته عم يطلع بالأوتوبيس ومشيت وراه على البيت. ليه؟ لأنه بداية جديدة، مش متأكد، يعني هيك خايف من الشيء اللي رح يحصل. نضوج الأولاد لما عم يكبروا الأولاد. أمي كانت قلي وكنت ما عارف ما كنت صدقها منيح، بس هلأ صدقها. لما كنت صغير كنت أقول خاي همكن، يعني بالناطرين أمتى همكن يخف بقى، أمتوا كبرتوا كبر همكن معكن. فكله هيدا حتى لما أولادك بدوا يتزوجوا كمان بتشعر بهالقلق هيدا. كلها نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في حياتنا. موضوعنا اليوم بنعمة الرب حنتأمل وناخد عبر من قصة تاريخية فيها كانت مغامرة، فيها تشويق، وهي قصة يشوع. هالمرحلة من التاريخ من حياة الشعب القديم في لها معاني لقلنا نحن بحياتنا اليوم كمؤمنين كشعب الرب. بتعرفوا بالأسفار التاريخية في شيء أهم وأعمق من الفتح والغزو وامتلاك الأرض اللي بيسرد لنا إياه يشوع.
إذا بنرجع شوي لورا بنشوف بسفر التكوين مثلاً بفرجينا ولادة الأمة اليهودية مع إبراهيم. بسفر الخروج هيدي الأمة بنشوفها عم يختار الشعب لحتى تمثله لحتى تحمل اسمه أمام الشعوب الوثنية الأخرى. بسفر اللاويين بنشوف هالأمة هيدي مقبولة تحت الدم وبواسطة الدم. بسفر العدد بنشوف الأمة عم تمتحن الرب امتحنها لهالأمة هاي. بسفر التثنية بنشوف الأمة عم تتعلم من شريعة الرب. ويشوع بيجي والأمة لبداية جديدة، بداية الدخول إلى أرض الموعد. فإذا منشوف هون سفر يشوع هو بداية جديدة لشعب الله. من بعد شو؟ من بعد 40 سنة في التيهان في البرية قدروا بقوة الرب أنه يتمتعوا بالوعد اللي الرب أعطاهم إياه، بوعد الحصول على الأرض. تمتعوا بخروج البركة وحصول البركة في حياتهم، هالبركة الأرضية اللي الرب تكلم عنها. والرب بده إيانا نختبر الاختبار نفسه بكامله روحيا. الرب يسوع يلي هو يشوع تبعنا، يشوع تبعنا، يشوع العهد الجديد، بده يقودنا حتى نعيش الغزو الروحي منتصرين منتصرين، وبده يشارك معنا كل الميراث وكل الكنوز الروحية لحتى نتمتع فيها نحن المؤمنين. ولكن للأسف معظم الأحيان منعيش ضحايا، منعيش مهزومين بلا فرح ولا تمتع ببركات الرب بحياتنا. بتعرفوا بحسب الخارطة اللي الرب أعطاهم إياها للشعب ورسمة حدودهم كان تطلع بحوالي 10 مرات أكتر مما هني حطوا إيدهم عليه وحصلوا عليه. وهيك نحن بنعمل، بدل ما نتمتع بكل البركة اللي على حسابنا بناخد جزء منها فقط. اليوم بنعمة الرب رح نشوف 3 بدايات جديدة لشعب الرب، وكيف نحولها إلى بدايات جديدة في حياتنا إن كان ككنيسة وإن كان كأفراد. أول بداية بنشوفها مع هذا الشعب أنه صار عندهم قائد جديد، صار عندهم قائد جديد. إذا بنقرأ بتثنية 34، نرجعوا شوي لورا صفحة واحدة بس، تثنية 34 من عدد 7 لعدد 14. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم تكل عينيه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائيل موسى في عربات مؤاب 30 يوما، فكملت أيام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه، فسمع له بني إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يكن بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه في جميع الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضه، وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل. من ثالث إصحاح بسفر الخروج لحد آخر سفر التثنية التركيز كان على موسى وعلى خدمة موسى، كان القائد المختار من الرب تيخدم شعب الله. وهيدا المقطع بخبرنا أنه موسى عبد الله مات، واسمه بينذكر بسفر يشوع أكثر من 50 مرة، ولكن خادم جديد للرب ولشعب الرب أخذ محله اسمه يشوع. وهالتغيير اللي حصل جاب معه دروس روحية، دروس روحية كتيرة. الرب صرف سنين طويلة عم بيحضر يشوع لهذا اليوم، يوم المسؤولية، يوم القيادة. يشوع إذا بتتعرفوا ولد عبد بمصر، وأهله سموه يشوع مش هيك تسمية لأنه كان دارج الاسم، لا، لأنه له معنى. بتعرف شو معنى اسم يشوع؟ يهوى يخلص، يهوى يخلص. كان هيدا فعلا دليل إيمان أهله، لأنهم كانوا بالعبودية، ما كان عندهم سلطان لا على حياتهم ولا على مجريات الأمور ولا على مستقبلهم، ولكنهم طالبوا الرب بوعده. تذكروا وعد الرب لإبراهيم وليعقوب من بعده، تذكروا وعد الرب ليعقوب مكتوب بتكوين 46، قال له لا تخف، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك، وشو كمان الأهم، إلى مصر، وأنا أصعدك أيضا. أخذوا الوعد ونطروه من الرب، إنه الرب رح يصعدهم من مصر. كانوا متمسكين بهذا الوعد، كان عندهم حلم، كان عندهم رجاء، وسموا ابنهم على هيدا الوعد.
تعرفوا للأسف مش كل أحلام الأهل بتطبق للأولاد. خبرتني هذا مرة أمي كان بالنسبة لها حلم إنه أنا أصير حكيم. وقال يعني كان عندها حلم هيك إنه هي بالمستشفى مثلاً تسمع على هذا الهوبرلر دكتور سرنوك مطلوب على الاستعلامات. قال هالجملة هيك متحبة. ما قدرت حقق لها إياها، حققت لها جزء منها صراحة، عيطولي باسمي بس لحتى لما يجي موعدي للحكيم لشوف الحكيم، بس ما قدرت حقق هالشي هيدا. ولكن هيدي الأمي تحقق الوعد تبعها لأنه الرب أصعده من أرض مصر. وهودي الأهل بالذات شعروا أنه الرب جاوب لأنه كان مبني على وعد الرب فقط، والرب ما بيخزل بوعده أبداً. يشوع كان الابن الأكبر لرجل اسمه نون من سبط إفرايم، ويشوع هو واحد من الأشخاص اللي اختبروا الخلاص بالدم. كيف؟ إذا بتتذكروا شو تم بليلة الفصح هديك الأيام، كان لازم كل اليهود يرشوا على الدم على العتبة لحتى يمرق الملاك المهلك ويعفي عن الأبكار أي البكر من كل بيت. وأهل يشوع كان عندهم إيمان حتى رشوا الدم، وهيك يشوع خلص من الموت. وكشب يشوع شاف كل العجائب اللي عملها الرب بمصر، كان ينمى بمعرفة الرب إنه إله قوي، إله بيهتم بشعبه. شاف الرب كيف أذل كل آلهة مصر مبرهناً إنه هو الله فقط وحده. يشوع شاف الرب عم يفتح مياه بحر الأحمر تيقطع الشعب. بخلال هيدا كل هالأمر هيدا كان يشوع عم بصير رجل إيمان، رجل الله. وأول مرة منشوفه هو كجندي عم بيحارب، كان بعماليك بخروج 17 عم بيحارب عماليك، وموسى اختاره لأنه رجل يطيع الأوامر، رجل شجاعة، رجل إيمان لا يخاف لأن الرب معه. كان الرب عم بيحضر يشوع للخدمة اللي بده يقيمه عليها بعد 40 سنة. ذاق يشوع المعركة ضيقة والرب معه، لأنه كان عم يتحضر لمعارك كتيرة رح تصير في أرض الموعد بالمستقبل. بعدين بنشوف يشوع بخروج 24 مساعد القائد موسى، وطلع هو موسى على الجبل بالوقت اللي رب أعطاه الشريعة. طب شو كان سر نجاحه ليشوع كقائد للشعب وكمحارب ضد العدو؟ مش لأنه كان موهوب بالتفكير الحربي أو بالتكتيك أو جنرال أو بيلعب سيف كان أحسن من غيره أبضاي، لا، بل بإرادته أن يخدم الرب وكلمة الرب. قال له الرب بعدد 8 هون: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج به نهارا وليلا لكي تتحفظ العمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. يشوع جاء أمر مباشرة من الرب أن يخضع لكلمة الرب، أن يطبق كلمة الرب في حياته، أن يلهج بها نهاراً وليلاً، أن لا يحيد عنها أبداً. ويشوع خدم كلمة الرب، يشوع خدم الشعب بكل تواضع اللي تعلمه من موسى. وبتتذكروا القصة بسفر العدد 11 وقت اللي غار يشوع على موسى إنه ألداد وميداد شخصين من الشعب عم يتنبأوا. قال له يشوع: أردعهما، وقفهم عن العمل هيدا. لكن موسى قال له المتواضع، قال له: يا ليت كل شعب الرب أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. موسى المتواضع الناضج بقيادته بيجاوب يشوع الحدث المتحمس واللي بيغار على كلمة الله وعلى رجل الله. تعلم يشوع التواضع، وهذا كان واضح بسفر يشوع وإصحاح 19 لما كانوا عم بيقسموا الأرض. يشوع أخذ حصته آخر شيء بيقول الكتاب، لما انتهوا من قسمة الأرض أعطى بني إسرائيل يشوع بن النون نصيبا في وسطهم. أيمتى؟ لما انتهى كل توزيع الأرض أخذ نصيب يشوع بهذا الوقت. فإذا الشعب القديم كان بحاجة لقائد جديد، موسى مات وبحاجة لمن يقودهم في امتلاك الأرض. موسى ما كان بيقدر يفوتهم على أرض الموعد، تعرفوا ليه؟ لأنه موسى بيمثل الناموس، والناموس ما بيقدر يخلصنا، الناموس فقط بيعلن لنا، ما بيقدر يفدينا الناموس، بيعلن لنا، بيقلنا أنه نحن خطاط. موسى ما قدر يدخل الشعب بسبب فشله، والمشكلة ما كانت بالناموس بل بموسى مثل ما هي فينا نحن اليوم.
ما في إلا يشوع بيقدر يفوتهم إلى الأرض، ونحن يشوع تبعنا الرب يسوع المسيح بس بيقدر يدخلنا إلى النعمة ويعطينا الخلاص الأبدي. مين قائدك اليوم؟ الرب يسوع المسيح هو قائدنا. هل نحن بحاجة لقائد روحي جديد؟ لا. تعرفوا شو نحن بحاجة؟ بحاجة لنجدد ولائنا لقائدنا الوحيد القديم الأزلي الرب يسوع المسيح. ارجع سلم القيادة للرب في حياتك، خلي يصير هو الأول وتعمل مثل يشوع. ألهج بكلمة الله ليلا ونهارا. هل بعدني حساس لصوت الرب ولكلمته؟ خاف إذا مفطيها ولا عم بستغل نعمة الرب؟ الرب يحمينا من هيدا الأمر. فإذا كانوا بحاجة إلى قائد جديد، وأيضا في بداية جديدة بالنسبة لهم، دخلوا إلى أرض جديدة، في أرض جديدة. الرب وعد إبراهيم والآباء من بعده بهيدا الأرض بالذات، وما تحقق الوعد إلا بيشوع. الرب أعطاهم الأرض والأرض صارت لهم، ولكن تمتعهم فيها كان بيتوقف على امتلاكهم لها بالكامل، وللأسف ما قدروا يمتلكوها أبداً، يأخذوها كلها كما ما هو مكتوب. ونحن شو الأرض الجديدة بالنسبة لنا؟ هي البركات الروحية اللي الرب بيعطينا إياها على حسابنا. بأفسس واحد، افتحوا معي على أفسس واحد، في عدد ياريت كلنا منختبره هذا العدد مظبوط. أفسس واحد بيقلنا بعدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. فإذا باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، هي نحن مثل الشعب القديم عندنا كل البركات الروحية بس ما عم نمتلكها تنتمتع فيها. أغنياء في المسيح ولكننا نعيش فقراء، أقوياء في المسيح ونعيش ضعفاء، نرفع أجنحة كالنسور ومنعيش عم ندبدب على الأرض. ما بيصفنا الكتاب أجنحة كالنسور؟ ليكوا شو الفرق بين الدجاجة والنسر؟ اثنيناتهم طيور، اثنيناتهم عندهم أجنحة، بس ما فيك تقارن الدجاجة للنسر. مثل هيك الدجاجة يعني قد ما تحاول تطير ما رح تقدر تطير، عندها جوانح بس لتعمل توازن بس ما فيها تطير. بينما لما يفتح النسر هيك جوانح شو بيصير؟ بتحسه ملك بالسماء. ايه هيك بده الرب، هيك بيطلع علينا، نحن منعيش مثل الدجاج، انجا نرفف وما بدنا نقلع. لنا كل العزة والكرامة في شخص المسيح ومنعيش مذلولين بسبب الخطية. ليش؟ ما عم نعرف نتمتع بالأرض الجديدة الرب بده إيانا نتمتع فيها. هدف الله لنا أنه نتمتع بكل بركة روحية في السماويات. شو نفعها إذا كانت على حسابنا وما عم نتمتع فيها؟ عندك حساب بالبنك هالقد كبره بس عم تعيش جوعان، عندك بيت بس عم تعيش على الطريق. تعرفوا في اسم منا ما بعرف يعني بيشتروا ثياب جديدة بس بيعلوها بالخزينة. طيب خي يلبسها؟ لا، إذا لبسناها بتعتق. طيب خي ما بتلبسها تتمتع فيها؟ لا، بيلبس العتيق، بضل يلبس العتيق لحتى ويخلي الجديد معلق بالخزينة. هيك بنعمل نحن، ما كل البركات على حسابنا ولكن ما بدنا نتمتع فيها. الرب يوعينا ويساعدنا. هدف الله هو إنه يحطنا بجو وبعالم مليان بالبركات الروحية وليس بالشح والفناء والجفاء. بتشوفوا دايما برسالة أفسس، رح نشوف كلمات مثل لمدح مجده، لمدح مجد نعمته. شو هدف هيدي البركات؟ معناتها أنه هدف هالبركات هي لمدح مجد الله. كيف؟ مجرد ما المؤمن يتمتع فعليا ببركات الرب رح يذهل، رح يندهش بهالبركات لدرجة قلبه رح يفيد تلقائيا بالمدح لمجد الرب. كلنا بنعرف انه الله يجب ان يحمد، يجب ان يمجد، ولازم نعطي الشكر في كل الظروف، بس معظمنا بنفكر انه لازم اجبر نفسي على هذا الامر، اجبر حالي حتى اعملها. بنستعمل كلمة لازم يلي اوقات بتعكس صورة الالزام والجبر والضغط، وإله بيغضب
والرب بيزعل أبدا، مش هيك. الرب بده يوصلنا لحالي نفهم فيها الأعمال العظيمة اللي عملها معنا، حتى أوقف بكل وقار وبكل إجلال وتعجب وقل له حقا يا رب هيدا مزبوط عني، لإلي مش عارف شو بدي عبر لك، مش عارف شو بدي أقول لك قديشك أنت إله عظيم، ما أعظمك يا رب. هيدي بتكون طالعة من القلب مش من الشفاه. ساعتها منقدر قيمة الرب ومجد الرب بحياتنا. هيدا اللي بده ينجو فينا الرب، وليس مجرد كلمات عن غير اختبار. بده يطلع منا باختبار حقيقي فعلي. طلعت بهيدا بأفسس، عم بطلع بأفسس، لقيت فيه سبع بركات على الأقل على حسابنا لحتى نتمتع فيها. سبع بركات طلعوا بأول وحدة، خليكم على أفسس وطلعوا معي. بيقول قال اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. أول وحدة ترجع لما قبل الأزمنة، قبل تأسيس العالم. اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لحتى نكون قديسين. هيدي بركة. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. صرنا أولاده، تبنانا. هيدي بركة عظيمة. شو عجيب هيدا الأمر. نحن أعضاء في عائلة الله، صرنا شركاء طبيعة الإلهية. ثالث بركة فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا. فكر فيها، الذنب والخطية والإثم كفر عنه، دفع عنه المسيح الثمن الكامل. بعدد 9 من عدد 9 و10 ليك شو بقول؟ إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا. فإذا عرفنا بسر مشيئته، كشف لنا عن مخططه، يأتمننا على مشاريعه وعلى أسراره. تعرف شو بقول مزمور 25؟ سر الرب لمين؟ لخائفيه. لخائفيه. سر الرب لخائفيه. عدد 11 بيقول هون الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. مش هيك أحبة نحن مجتمعين لحتى نكون صورة عن كل هذه الحقائق لنعيش لمدح مجد الله. سادس بركة الذي فيها أيضا إذ استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيها أيضا إذ آمنتم. مجرد أنه سمعنا كلمة الحق وتجاوبنا مع كلمة الحق، هيدي بركة عظيمة. سبعة ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. ختمنا بالروح القدس بإيماننا. هيدي بركة. سبع بركات روحية موجودة في هذا المقطع. هل هي الأشياء اللي بتخلي حياتنا إلها معنى يا أحبة؟ بدون بركة الرب حياتنا بلا معنى، بتخلي الحياة غير محتملة، بلا طعمة، لا جمال، مملة، يائسة، ما منتحمل حدا ولا حتى منتحمل نفوسنا. وهيدا ما منلاقيه بمحل ولا حدا بيقدر يعطيه إلا الرب نفسه. هيدي عطية من الرب، هودي بركات الرب لشعبه، لأولاده، للي بيحبوه واللي بيحبهم. هيدي هي الأرض الجديدة يا أحبة الموضوع أمامنا. بدنا نتعب حتى نحصل عليها، مثل ما الشعب القديم خاض الحروب ضد شعوب كثيرة حتى أخذ الأرض، نحن أيضا لازم نخوض الحرب. ولكن حربنا مش ضد ناس ولا ضد بشر ولا ضد شعب، هي ضد الرياسات، ضد السلاطين، ضد أجناد الشر الروحية. حربنا الروحية يا أحبة، وأسلحتنا روحية. بأفسس 6 بيذكرنا أن نلبس شو؟ سلاح الله الكامل. ما في مؤمن بلا سلاح، ما في مؤمن مجرد من السلاح، مش ممكن. إذا المؤمن بلا سلاح معناته يا عامل هدنة مع العدو أو مهزوم ومكسر وخربان. لنسهر يا أحبة، لنلبس سلاح الله يا أحبة، وننتصر ونمتلك الأرض يلي هي بركات الرب. مش نحن اللي حننتصر يا أحبة، الرب اللي فينا هو اللي رح ينصرنا، له كل المجد. فإذا قائد جديد، أرض جديدة، وأيضا أخيرا حياة جديدة. حياة جديدة، صار في نمط حياة جديدة، صارت حياة كلها مغامرات وحياة إيمان. لألهم كانت حياة انتصارات روحية،
على العالم ونظام العالم، وكمان حياة انتصار على ضعفات البشرية، على الخوف، على التمرد، على الشيطان نفسه. بامتلاكهم الأرض كان لازم يواجهوا قوات مختلفة، قوات غريبة، بس كل هذه الأحداث المدونة بسفر يشوع بتحكي عن حياة، عن الحياة مش عن الموت أبداً، بتحكي عن الانتصار مش الهزيمة، نفس نوعية الحياة اللي رب يسوع إجا لحتى يعطيها. قال جئت لكي يكون لكم حياة ولكي يكون لكم أفضل. هو انتصر على الموت، فإذا نحن سننتصر. نعم رح يكون في صعوبات، رح يكون في فشل بعض الأحيان، رح يصير في معارك مدمية، رح يصير في بعض الهزائم، ولكن بالنهاية في انتصار، لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يشوع هو من الأسفار اللي بيسردوا حياة الانتصار للشعب القديم. إذا بتطلع على الانتصارات كلها، بتطلع التاريخ كله، بتطلع بسفر يشوع بتشوف كله انتصار. فانتصارات كثيرة، وهالشي مش بس مكتوب تاريخيا، مكتوب لحتى نحن نتعلم، نحن المؤمنين اليوم حتى فيها نودع الخطية الحياة القديمة وندخل إلى غنى الحياة الجديدة مع المسيح. من بعد ما شفنا كيف لازم نتمتع بكل بركات الرب لنا، قصة يشوع بتعلمنا كيف نتمتع بالراحة الروحية في المسيح. في تاريخ الشعب القديم كنعان كان مكان الراحة. هالمكان هيدا اسمه كنعان، كان مكان الراحة. بعد 400 سنة بالعبودية و40 سنة بالبرية حصلوا أخيرا على الراحة في أرض الموعد. بعبرانيين 3:4 منشو كيف هالراحة هيدي بتطبق علينا كمان. نحن بيقول لقلنا نحن المؤمنين ندخل الراحة، ندخل الراحة. كنعان هي صورة الراحة اللي بنختبرها نحن كمؤمنين لما نستسلم كليا لربوبية الرب، ونتعلم أن لا نرى ثقتنا بنفوسنا أو بالآخرين بل بالرب فقط بكل نواحي الحياة. بحياة الشعب القديم كان عندهم 4 محطات رئيسية في اختباراتهم الروحية. أول محطة للشعب القديم كانت بمصر، مكان الموت والعبودية والذل، مش هيك؟ إذا بتقروا كيف كان عم يعيش الشعب القديم بمصر، عم بيعيش بعبودية وبذل، ولكن الرب خلصهم بيد قوية بدم الحمل، وفتح قدامهم البحر ونقلهم إلى الحرية والأمان. وهيدي بتمثل صورة لنا من خلاصنا نحن من العبودية والخطية بدم يسوع المسيح. مش هيك يوحنا المعمدان لما شاف المسيح جاي من بعيد تعرفوا شو قال؟ هو ذا ليك ونوي هو ذا حمل الله دي يرفع خطية العالم. حمل الله كان عم يعطي، يشير إلى الحمل اللي ذبح على أيام الفصح واللي رش دمه على العتبة. فهمها يوحنا أنه هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مثل ما بيقول بكولوسي، نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته. فإذن أول محطة كانت العبودية والموت بمصر، تاني محطة هي البرية. طيب طلعوا من مصر بس قعدوا بالبرية 40 سنة. هالمحطة برأيي بتدخل ضمن مخطط الرب لقلنا حتى هونيك نتعلم نتصرف بحياتنا الروحية الجديدة على أساس آخر غير اللي تعودنا عليه بحياتنا القديمة. حياة الافتخار بالنفس، حياة القدرات البشرية والبر الذاتي بحاجة لشوية وقت بالبرية كرمال نتعلم أن نثق بالرب وكلمته بالكامل ونتبعه هو فقط. ولكن انتبهوا، مش قصد الرب نضلنا بالبرية 40 سنة، لا، ممكن نضل بهالحالة تيهين، وهذا بسبب مقاومتنا لإرادة الرب وسلطانه في حياتنا، مربطين حالنا بعادات من الماضي بدون ما نتمتع بملء الراحة في الرب، ومليانين خوف ومرارة وعدم نضوج، ونعرج بين الفرقتين ونتمرد عن الرب. مش قصده الرب نضلنا 40 سنة، بده ايانا نمرق شوي لحتى ما نعود نطلع على نفوسنا بل نطلع على منقذنا ومخلصنا الوحيد الرب يسوع. ثالث محطة هي أرض كنعان، دخول الأرض في يشوع. وهالدخول هيدا بيصورنا كيف الحياة المسيحية لازم تنعيش، مغامرة كبيرة، حرب روحية. اليوم كنا عم نحكي بصف مدرسة الأحد، ما نحن دايما في حرب،
بين الروح والجسد، ها دائما في حرب. نحن طالما بعد الرب ما اجى وما اخذنا لعنده نحن في هذه الحرب مستمره. وين بتعبي بنزين؟ وين بتقوى؟ اذا بتعطي بنزين لجسدك جسدك بيقوى، اذا بتعطي بنزين لروحك روحك بتقوى على الجسد. فالحرب مستمره وما بتخلص غير ما يجي الرب وياخذنا ونكون معه. فاذا بهالحرب هيدي في انتصارات، اذا غزينا الروح في ايمان، في طاعه، في غنى روحي، في راحة، في قوة الله وعناية الله. ما في أحلى من هيك حياة، حياة إيمان وثقة بالرب يشوع تبعنا نوثق فيه. عبرانيين 2:10 بيسميه رئيس خلاصنا. بيوحنا الأولى 5 بيقول كل من ولد من الله شو بيعمل؟ يغلب العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. إيماننا بيخلينا نغلب. ما نفكر أن الحياة المسيحية المنتصرة هي انتصار واحد بس وبتنتهي كل المشاكل والصعاب، ابدا. بدنا نهزم عدو ورا عدو، هجوم ورا هجوم، مشكله ورا مشكله، تجربه ورا تجربه، وهيك عم نحصل على الميراث والمجد شوي وشوي من الرب. احد المؤمنين قال حياه الانتصار هي سلسله من البدايات الجديده، سلسله من البدايات الجديده، كل بدايه في معها انتصار جديد. ونحن في المسيح عندنا كل شيء بنحتاجه لحتى نعيش حياه الانتصار، ما في شيء ناقصنا، ولكن علينا أن نتعلم كيف ناخد هيدا الميراث بالإيمان، كل يوم بيومه، كل قرار بوقته، كل خيار بمحله، خطوة خطوة مع الرب. وآخر محطة مرق فيها الشعب كانت بابل. هونيك صرفوا 70 سنة في الأسر. تعرفوا ليش؟ لسبب واحد، لأنهم لم يطيعوا الرب وعبدوا الأوثان. ونحن لما نوصل لحالة من التمرد نتمرد فيها على الله وبتنقص طاعتنا لإله ومحبتنا لإله، لابد أن الرب يأدبنا حتى نتعلم مرة ثانية أن نخضع، أن نثق، وأن نكون طوع يديه، وساعتها بيرجعنا للشركة الكاملة معه. اطلع على خريطة حياتك، وين صرت أنت من هالأربع محطات؟ طبقهم عليك، وين وصلت؟ هل بعدك في مصر في العبودية؟ بعدك تحت الخطية؟ معناتها ما اختبرت المسيح بعد، وهي فرصة لك اليوم. تقول يا رب ادخل لقلبي، غير لي قلبي، نظفني، خليني إنسان جديد، عيش لك، بدي أحبك ومجدك بحياتي، اغفر لي خطاياي، بلش معك بداية جديدة، بداية روحية جديدة، عيش لك ومجدك بحياتي. صلي من كل قلبك والرب قادر وناطر، ناطر يسمع منك عم تقول له ادخل لقلبي، وبيدخل بيغير لك حياتك. يمكن الرب حررك من العبودية بس بعدك تايه بالبرية، بعدك بهالبرية عم تبرم يمين وشمال، متمرد على بعض الكلام، عندك عصيان لكلمته، ما بقى عندك حساسية لصوت الرب ولكلمته. بطلب هيدي الكلمة تأثر فيك، أرجوك ما تطول هونيك وما تضل 40 سنة هونيك، رجع. خبركم عن هذا الأخ، الأخ جوزيف بلبنان، هو 25 سنة بعد عن الرب، عايش بالبرية 25 سنة، بس هو كان متألم كل الوقت، بعيد عن الرب وعم بعيش على ذوقه، بس في شيء جوا متألم، والرب عم يشتغل عليه 25 سنة. مرة واحدة آخر 25 سنة فات على محل دكان بده يشتري علبة دخان، اشترى علبة الدخان، أعطاه مصاري رجع له 25 ليرة لبنانية. هو عم بيضبها بجيبه وطلع عليها مكتوب عليها شيء بالأحمر، طلع عليها يسوع بيحبك. قاعد يبكي بالمحل، ركض عليه زي شو بيك، قاعد يبكي خلص يا رب بدي ارجع لعندك. هالكلمه هيدي رجعته ورجع لعند الرب. ما تطول هالقد، عم تضيع بركات كثير، الرب بده يستخدمك كثير. رجع لعنده، وما بدنا نضل بالبريه احبه ابدا. حين الوقت حتى نبلش بدايه جديده بحياه فرح، بحياه تمر، بحياه انتصار. لابد أن الرب يطلب من كل واحد منا ثمر، مثل ما لما أجا الكرام على كرم التين بلوقة 13، أجا كرام يطلب ثمر من وين؟ من هذه التينة، حط أصبعه على التينة، بدي هاي التينة أنا، قال ولم أجد. تعرفوا شو مشكلتنا؟ منتخبى بكرم التين، بتقول في تيني تاني بيروح يطلب منا ثمر مش مني، بصير نتخبى
اوعى تتخبى بكلمتين، قل له ها انا ذا يا رب، ها انا ذا يا رب ارسلني، ها انا يا رب استخدمني، ها انا يا رب عبدك. بده ثمر مني ومنك. يمكن دخلت للأرض وعم تحارب العدو وعم تنتصر انتصارات رائعة، آمين آمين، ما تفشل بل استمر حتى تتمتع بكل البركات اللي رب معدها لإلك. ما تقول بكفيني هالقد، في ناس بيقولوا حربت هالحرب كله ماشي الحال، رح شيل الفيش، نشيل الفيش من الكهرباء منقعد ما عود نعمل شيء. تعرف لما تشيل الفيش من الكهرباء بلشت تتراجع لورا، وأتفكر أنك رح يكون في عندك حساسية روحية بالمستقبل، ولا عندك أي حرارة روحية، رح تبرد ورح تضعف وتنطفي شوي وشوي. يمكن حاربت وانتصرت شوي وبعدين رجعت على بابل، رجعت للسبي بعد الانتصار الكبير، الانتصارات الكثيرة وأمجاد الماضي. رب يحمينا يا أحبة حتى نبقى في حياتنا الروحية جديدة بانتصار دائم مع الرب، انتصار دائم مع الرب. ريت مقطع هيك عجبني كتير، بدي أقرأ لكم إياه، خليته على التليفون. أحد الأشخاص قال بالقريب الإنجليزي ورجع ترجمه بالعربي: Anytime we lose something or someone of great importance, we experience a great sense of loss, even hopelessness. Yet, it's comforting to remember that the seemingly greatest loss of all, Jesus' death, resulted in the best new beginning ever, a resurrected Christ. بالعربي بيقول في أي مرة بنخسر شغلة بغاية الأهمية أو شخص كتير عزيز لنا، بنختبر شعور غامر بالخسارة الكبيرة وحتى بالفشل واليأس. ولكن الشيء المعزي أن نتذكر إنه اللي بحسب الظاهر هي أعظم خسارة في الكون، يلي هي موت المسيح، أنتجت أفضل بداية جديدة على الإطلاق، وهي المسيح المقام. المسيح المقام هو أفضل بداية جديدة لنا. تعرفوا البداية الجديدة يا أحبة والحياة الجديدة اللي بيعطينا إياها الرب، بغض النظر عن اللي خسرناه واللي تركناه، لأنه في المسيح نحن ما رح نكون أبداً لوحدنا، لأن المسيح معنا نحن لسنا لوحدنا، دائما محبوبين من المسيح، محبوبين من الله، وفينا دائما نتوقع الأفضل من الله. هو بيشوف أبعد من الألم اللي نحن فيه والضيق اللي نحن فيه، وعنده طريقة مباركة حتى يجعل لكل بداية مفيدة لنا وللي حوالينا إذا سمحنا له. هيك بس فينا نجاهد، وحتى رح نحصل كمان على سلام وفرح في وسط الخسارة. نثق فيه، نثق به، لنثق فيه لأنه هو سيدنا، هو حبيبنا. يا أحبة بعتقد أنه كلنا 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 بدون استثناء بحاجة لبداية روحية جديدة. أنا بحاجة لولاء جديد وأصلي مع نفس القائد تبعي الرب يسوع المسيح، قائدي ومنقذي. بدي أتمتع بالبركات اللي على حسابي، بدي أمتلكها، وأخيرا بدي أعيش حياة جديدة، حياة فيها انتصار، انتصار من الرب لوحده. لإلهنا كل المجد، دعونا نصلي. فحصت نفسك، فحصت نفسك، بصلي حتى هالكلمة تأثر فيك وبقلبك، تكتشف نفسك وين. هل أنت في العبودية؟ اطلب المسيح مخلص لإلك. هل أنت في البرية تايه؟ أرجوك أرجوك رجع لعند الرب، توب عن أي شيء عم بيعيقك، وقل له يا رب زيحه من طريقي، ورجع لعند الرب، اتمتع بالبركات الروحية. وإذا أنت عم تتمتع بهالبركات هيدي، تمسك تمسك بالرب، ما تفشل. ممكن تزيد عليك الهجومات، لكن حط ثقتك بالرب وتمتع فيه. بأن الكتاب قال لا تحزنوا، لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح في الرب، تمتع فيه، سلم كل أمرك لإله، واعطيه حتى يكون الملك في حياتك. بده يباركك كثير، بده يباركك كثير، بده يلمسك بلمسة عجيبة. يا
يا ليت اليوم تكون بداية جديدة في حياتك. تقول يا رب هالماضي بدي أتخلص منه. أنت بتعرف ضعفي، أنت بتعرف فشلي، أنت بتعرف تعبي وين. باسم يسوع حط أصبك عليه، والرب قادر يتدخل. لما تكون عم تصلي من قلبك، لما تكون نيتك سليمة أنه بدك، لأنه قريب من الذين يدعونه والذين يدعونه بالحق.